مرحبا بكم في حصة جديدة حول مراجعة الكيمياء الحركية. دونك نبدأ بالتمرين الأول، يخص تتبع تحول كيميائي باعتماد تقنية المعاير. عند لحظة T تساوي صفر، نحضر لترا من محلول مائي S، وذلك بمزج VA من محلول 0.5 لتر من محلول يودور البوتاسيوم، تركيزه CA، وحجم V2 كتساوي 0.5 لتر من محلول بيروكسو كبريتات S2O8 2، وتركيزه C2. المزدوجتان مشاركتان في التفاعل هما E2E- و S2O8 2- SO4 2. السؤال الأول، أكتب نصف معادلة الأكسدة اختزال المقرونة بالتفاعل الحاصل بين المزدوجتين ثم المعادلة الحصيلة. إذا من خلال نص التمرين سيتوضح لأن المتفاعلات هما أيون S2O8 2- وكذلك أيون قلنا S2O8 2- وكذلك أيون اليود اي موا. دونك خلال هذه المعادله S2O8 2- مؤكسد دونك سيخضع لعمليه الاختزال، و اي موا مختزل سيخضع لعمليه الاكسده. اذا المعادله الاولى بالنسبه للمزدوجه اي 2 اي موا، دونك عمليه الاكسده، دونك اي 2 اي موا زائد كتعطينا 2 الكترون بلس 2 اي موا. بالنسبه للمزدوجه الثانيه S2O8 2- هو المتفاعل، دونك فيحدث له او تقع له عمليه الاختزال. المعادله الحصيله دونك S2O8 2- زائد 2 اي موا تعطينا اي 2 بلس 2 SO4 2 موا. فوالا المعادله الحصيله. من بعد السؤال الثاني، احسب كميه الماده البدئيه لكل من اي موا و S2O8 2- ثم التركيزين البدئيين لهذين المتفاعل. اذا الى قلنا ان الخليط التفاعلي ديالنا، قلنا مزجنا المحلولين اللي هما اي موان، دونك كان عندنا العنصر المتفاعل اي موان، دونك درنا سي ان والحجم ديالو في ان، ثم المحلول الثاني كان فيه اس 2 8 2 موان، دونك اس 2 او 8 2 موان، كان عندنا التركيز ديالو هو سي 2 و الحجم ديالو هو V2. دونك الخليط غيولي عندنا الحجم الكلي هو V1 بلس V2. إذا كمية المادة البدئية لإي موا هي C1 V1، كمية المادة البدئية لS2O2 موا هي C2 فوا V2. التركيز ديالهم دونك سي C1 V1 على V توتال، وبالنسبة لS2O2 موا C2 V2 على V توتال. إذا السؤال الثاني، كمية المادة البدئية لـ N إي موا، دونك N0 ديال إي موا هي C1 V1، بقى عدد ديالها تعطيني 0.2 مول، وكمية المادة البدئية لـ S2O2 موا، دونك C2 V2 0.305 صافي 0.15. التركيز البدئي للنوعين المتفاعلين في الخليط، دونك إي موا C1 V1 على V توتال، V توتال هي V1 زائد V2 دونك هي 1 لتر، دونك صافي هي 0.2 مول بار لتر. كذلك التركيز البدئي ل S2O2 موا، دونك C2 V2 على V توتال، صافي 0.3 × 0.5 على 1، صافي 0.15 مول بار لتر. بعد ذلك السؤال الثلاثة، أنشئ الجدول الوصفي لتقدم التفاعل ثم حدد تقدم الأقصى X ماكس من المتفاعل المحيط. إذا الجدول الوصفي دونك اعتماد المعادلة التفاعل اللي عندنا S2O2 موا زائد 2 إي موا، عطينا 2 بلوتو اي 2 زائد 2 اس 2 اس او 4 دو موان. الو في الحاله البدئيه دونك عندنا سي 2 في 2، وبالنسبه لاي موان سي 1 في 1، التركيز ديال النواه او كميه الماده للنواتج 0 0. خلال الحاله الوسطيه دونك سي 2 في 2 موان اكس، سي 1 في 1 موان 2 اكس، والنواتج عندنا اي 2 اكس وكذلك 2 اكس بالنسبه لاس او 4 دو موان. Alors, في الحالة النهائية فقط يسفي التحول فهو كلي، دونك يسفي دو رومبلاسي هنايا x بار x max. بيان، alors بعد ذلك حساب حسب الكمية، يعني حساب التقدم الأقصى. دونك المتفاعل المحيط إذا اعتبرنا فرضية الأولى، إذا اعتبرنا S2O2 هو المتفاعل المحيط، دونك غتكون عندنا x max كتكون عندنا هي C2 V2 على 1، دونك هي N0. إذا إكس ماكس عندنا إن سي دو إس إس إن زيرو دي إس دو وي دو موا على واحد، صافي هي 0.15 على واحد، يعني 0.15، هذه إكس إكس إم دو.
donc xm 2 فرضيه ثانيه. والى خدينا الفرضيه الاولى باعتبار ان ام هو المحيط دونك غتكون عندنا لو اكس 1 لو اكس ام 1 ستيغال اكوا ا ان 0 ديال ام 1 هي سي ان في ا على 2 دونك صافي 0 ديال 2. دونك الى قارنا هذين القيمتين غنلقاو بان اكس 1 اصغر من اكس 2 اذا المتفاعل المحيط هو ام 1 و اكس ماكس هي 0.0. دونك اذا اكس ماكس هو 0.1 والمتفاعل المحيط هو ام 1. من بعد السؤال الموالي باعتماد على الجدول الوصفي بين ان تقدم التفاعل عند اللحظه T يساوي تركيز مضروب في الحجم الكل. اذا اعتمادا على الجدول الوصفي حسب كميه الجدول الوصفي لدينا كميه الماده لي اي 2 عند اللحظه T هي اكس. اذا نستنتج من خلال هذه العلاقه بان اي 2 او كنعرفوا على ان التركيز تاع اي 2 ولا كميه الماده تاع اي 2 ماذا تساوي؟ تساوي لنا التركيز تاع اي 2 مضروب في الحجم. اذا نعوض فان تاع اي 2 نعوضها باكس وبالتالي اكس تساوي لنا التركيز ديال اي 2. ممكن ان نبداوها من هذه العلاقه لان كنعرفوا بان التركيز تاع اي 2 فوالا ماذا يساوي؟ يساوي لنا ان تاع اي 2 مقسوم على الحجم الكلي و ان ديال اي 2 هي اكس دونك يساوي لنا هي اكس على في توتال وبالتالي ف اكس كتساوي لنا التركيز فوا ان. من بعد السؤال اللي بعده استنتج قيمة التركيز القصوي لثنائي اليود المتكون. دونك التركيز القصوي تاع اي 2 دونك لدينا حسب هذه العلاقة اللي بينا لها حسب السؤال السابق اكس كتساوي لنا التركيز ديال اي 2 فوا في توتال ومنه غنستنتجو ان التركيز يساوي لنا اكس على في توتال. اذا التركيز ديال اي 2 في القيمة الحالة القصوية يساوي اكس ماكس على في توتال. اكس ماكس سبق لينا حسبناها هي 0 1 مقسوم على الحجم الكلي هو 1 تالية 0.1 مول باغ اللي. بعد ذلك سؤال السادس عفوا لتتبع تطور هذا التفاعل عند درجة الحرارة 50 نأخذ بصفة المنتدمة على رأس كل دقيقة عينات من المحلول ثم نضيف إليها الماء المتلي وبعد ذلك نحدد التركيز المولي لثنائي اليود المتكون خلال الزمن عن طريق معايرة أيونات S2 و على S2 8 2 موان دونك عن طريق معايرة أيونات S2 و 8 2 موان S2 O 8 voilà S2 8 2 mois. أدت القياسة التجريبية إلى خط منحنى تغير تركيز ثنائي اليود بدلالة الزمن والمنحنى. إذا المنحنى يمثل لنا التركيز تغير التركيز بدلالة الحجم. سؤال ألف ما الفائدة من استعمال الماء المثلج؟ إذا تعرفوا على أن درجة الحرارة هي عامل حركي لتفادي هذا العامل الحركي وتأثيره على التفاعل أثناء القياس دونك لا بد من توقيف التفاعل. عملية التوقيف تتم عن طريق استعمال الماء المثلج. الفائدة من إضافة الماء المثلج هو توقيف التفاعل حيث يتدخل عاملين حركيين اللي هما درجة الحرارة والتركيز إذ ينخفض كل منهم. بعد ذلك حدد معلنا جوابك زمن نصف التفاعل. إذا سبقت الإشارة على أن باش نحدد زمن نصف التفاعل في التعريف قلنا أن زمن T1 دومي هو الزمن الموافق للحظة التي يأخذ عندها تقدم التفاعل X عند اللحظة أندومي كتساوي لنا اللي هي إكس فينال على جوج إكس فينال على جوج بوسكو التفاعل ديالنا تفاعل كلي دونك فهي إكس ماكس على جوج. إذا عندما يكون التفاعل يساوي لنا إكس ماكس على جوج. لكن إذا كان عندنا المنحنى هنا فيه إكس ولكن المنحنى ديالنا هنا فيه تركيز إذا يجب أن أبحث على النسبة ديال قيمة تركيز تاع اي 2 عند تي 1 دومي كم تساوي؟ دونك ملي نلقاو القيمة ديال تركيز تاع اي 2 عند تي 1 دومي تركيز ديال اي 2 عند اللحظة تي 1 دومي القيمة ديالها غادي ناخذو على محور الأرتيب وناخذو الأقصر الموافق لهذه القيمة. جيد إذا نتابع قلنا
عند التي ان دومي نعلم على ان اكس عند اللحظه التي ان دومي كتساوينا اكس ماكس على اي 2 وحسب العلاقه اكس تساوينا التركيز ديال اي 2 فوا في. اذا عندما عند اللحظه التي ان دومي والاكس ان دومي هي التركيز تاع اي 2 عند اللحظه التي ان دومي فوا في 2 ساستخرج القيمه ديال التركيز ديال اي 2 عند لحظه التي ان دومي منه ان التركيز تاع اي 2 عند تاريخ التي ان دومي يساوي لنا x ان دومي اللي هو x ماكس على 2 دونك x ماكس على 2 في هو التركيز القصوي ديال اي 2 على 2 يعني 0.05 من المنحنى نقلبوا على 0.05 دونك 0.05 غتكون هنا دونك هذه هي 0.05 قيمه ديال التركيز ديال اي 2 عند تي ان دومي. بعد ذلك غنشوفوا التقاطع ديالها مع محور المنحنى وناخذ الزمن الموافق لها دونك الزمن الموافق لها هو هذا تي ان دومي الو الزمن الموافق لها و هذا دونك ابري تقريبا تي ان دومي الى شفناها دونك نلقاوها تقارب تقريبا هذه هي تي ان دومي دونك 2 4 6 8 دونك سي ابري تقريبا 9 دونك سي لا تقريبا 9 ديال لي مينوت بيان. اذا ميبيانيا قلنا تي ان دومي تقريبا 9 تاع مينوت. بعد ذلك سؤال جيم احسب السرعه الحجميه لتكون ثنائي اليود عند اللحظتين صفر وعند اللحظه كذلك 20 ملي الثاني بيان. دونك كيفاش نديرو تنحسبوا السرعه؟ اولا نعلم على ان التعريف تاع السرعه قلنا بان في تساوي لنا ماذا؟ في عند اللحظه تي صفر باغ اكزومبل تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا واحد على في توتال مضروبه في في ديال الخليط في ديال الاس مضروبه في الديريفي ديال اكس على دي دو تي. هذا التعريف ديال السرعه. ولكن هنا ملي تيكون عندنا المنحنى بحيث ماذا بحيث ان دي دو اكس على دي دو تي هو المعامل الموجه للمنحنى للمنحنى لاش لي اكس اللي تكون عندنا اكس بدلاله الزمن تنطبقوا العلاقه بشكل مباشر كناخذوا عند اللحظه تي ان دومي او كناخذ هذا المماس اللي هو تي زيرو كنحسب المعامل الموجه ديالو تنقسمه على الحجم ديال الخليط. لكن الاشكاليه اللي عندنا هنا ما عندناش التركيز عفوا ما عندناش في الميبيان ما مثلاش لينا اكس مثل لينا التركيز ديال. اذا يجب ان انطلق من هذه المعادله وابحث على تعبير ديال في عند اللحظه تي كتساوي لنا صفر كم تساوي بدلاله ماذا بدلاله الدي ديال من ديال المقدار الممثل هنا المقدار اللي هو التركيز نتاع اي 2 سور دي 2. اذا هذا السؤال الاول هو اننا كيفاش نلقاو شحال هو هذا العلم المقدار شحال نضربوا في المعامل الموجه. هنا كنا نشدوا المعامل الموجه كنضربوا في واحد على في ديال الخليط. هنا خصنا نبحثوا على هذا المعامل التناسب بين المعامل الموجه والسرعه. اذا كيف ننجز ذلك؟ قلنا جيم لدينا في صفر عند السرعة عند اللحظة صفر تساوي لنا ماذا؟ واحد على في دي دو اكس على دي دو تي. الوغ دي دو اكس على دي دو تي قلنا اكس سنستعمل اكس هنا سي في توتال لا ننسى بان هذا راه هو في توتال. الوغ اكس سنستعمل هذه العلاقة دي اكس هي ماذا؟ دي دو اكس هي دي ديال التركيز فوا في توتال انها كتساوي لنا هي في توتال. اذا استخرج ان دي دو اكس ملي نغوبلاسيو هادي باش بالتركيز تاع اي 2 لما نعوضو اكس بالتركيز تاع اي 2 فوا في توتال تولي عندنا هي الديريفي ديال التركيز فوا في توتال اختزل في توتال مع في توتال بالتالي غتبقى لنا السرعه هي المشتقة نتاع التركيز بمعنى انها هي تمثل فقط المعامل الموجه. اذا هذا المعامل اللي لقينا هنا عندنا هو الواحد ديالنا دونك تكون عندنا هو واحد مضروب في التركيز. اذا باش نحسب السرعه في اللحظه صفر يكفي اشنو ندير ناخذ جوج ديال النقاط من المماس عند الصفر ناخذ هذه النقطه وناخذ هذه النقطه دونك اوفصول ديال الارتوب ديال 008 اوفصول ديالها 10 الاخرى صفر صفر. اذا
حسب السرعه عند اللحظه صفر 0.08 ناقص 0 ل 10 غزه يعني 8 مليمول لتر موانزه متر مينوت موانزه. الا مشينا نحسبوها لهذا الموضوع ناخذ نقطتين ناخذ باريكزوب لهذه النقطه عندها 0.08 مع 10 وناخذ نقطه ثانيه ناخذ هذه مثلا الو 0.08 62 64 66 هنا تكون عندنا شحال 64 0.064 0.068 0.066 72 دونك 0.066 0.72 0.072 6 72 دونك جيد. دونك غادي ناخذ نقطتين من هذا المماس ونحسب القيمه ديالهم. او لو خدينا هنا النقطتين اللي خدينا لو خدينا 0.09 مع 24 هكا حد الحدود هنا مثلا ناخذ هذه النقطه 0.09 مع 27 أو 28 هاد أو هاد عفوا 0.09 لا مواتي ديال دونك هنا 0.0 على 0.07 0.08 0.09 دونك 0.09 على هذه النقطة دونك هي 0.09 موافق على هاد المنحنى. دونك أورتو ديال هاد النقطة هادي 0.09 و الأفصول ديالها هو شحال 20 هنا 22 24 26 28 30 دونك 26. إذا لاحظ معايا 0.09 أورتو بأفصولها هو 26 ومع 0.07 14 0.07 0.07 أبوبخي تقريبا هاد القيمة دونك 0.06 هي هادي لدينا هاد النقطة. ممكن ناخدو هادي 0.08 مع 20 دونك هادي مع 14. إذا خدينا هاد النقطتين خدينا هادي وخدينا هادي دونك وحسبو دونك نقطتان من المماس. وبالتالي فحساب تاع السرعة في هاد الوضعية تعطينا 1.7 مليمول باغ لتر. تفسير دونك فقلنا السؤال الاخير وافسر هذه النتائج. لاحظوا معي بان السرعه عند بدايه التفاعل كتكون 8 ملي مول بار لتر مينوت موانزا وعند مرور شحال دونك عند مرور 20 دقيقه على التفاعل تصبح فقط 1.7 ملي مول بار لتر. اذا نستنتج على ان السرعه تتناقص مع مرور الزمن وهذا التناقص يمكن ان نفسره بكون ان التراكيز ديال المتفاعلات فهي تتناقص اذا في اعتبار ان التراكيز عامل باعتبار التراكيز المتفاعلات فهي عامل حركي. تفسير السرعه الحجميه للتفاعل تتناقص مع مرور الزمن بسبب تناقص تركيزين المتفاعلين لان تركيز المتفاعلات فهي عامل حركي. جيد دونك هذا كل ما يخص التمرين الاول بخصوص تتبع تحول كيميائي بواسطه تقنيه المعايره.